وحدة تصوير الضيافة. ففي البداية أبغى أسألكم أودي ومها، لو كنتوا في عزيمة وصاحبة الضيافة هذه أو العزيمة قالت لكم لحظة أبغى أصور أو شيء زي كده، بتصور مثلا الاستقبال أو التقدمة أو يخزيا عيب مرة إزعجك مرة عيب. أوكي مرة 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 عيب يخزيا خلاص يعني قفلنا الموضوع يعني عيب مها. أحس الضيوف عادي يصورون طبعا بعد إذن الضيوف يعني أي. أنا معزومة وحسيت أن الوضع يعني يساعد أني أنا أصور مثلا أمون عليها أولا ثانيا حتى لو بس شفت أن مثلا الناس تصور طبعا الواحد ينتبه أنه ما يطلع الناس الثانيين صح. أحس أنه عادي بس أنا في بيتي أصور يعني البنات عندي لا أحس لا ولكن تحت خطين ممكن أني أصور قبل ما يجون ضيوفي يس اصور قبل ما يجون ضيوفي اصور مثلا الترتيبات وش سويت وش حطيت يعني في احيانا خصوصا اذا كانت مثلا عيد ميلاد وحده ولا سبرايز ولا كذا ودك انك يعني توثقين وتخلينها عندك عشان بعدين هي بتطلب اصلا الصور والى اخره. وحتى لو ليش اذا انا تعبانه وحاطه وجايب مثلا توزيعات ومتكلفه في المكان احس انه طبيعي انه انا اصور يعني خصوصا البنات احس الشباب لا ما يسوون بس ما تقولين هالسنة استني لا ما اقول لها استني بس انا الوحيدين اللي اقول لهم استنوا لا تاكلون خواتي بس لاني مره لا تاكلون في مطعم بس ما اصور والناس موجوده لا احس هذا هو المبدا احس انه عيب اني انا كمضيفه اني انا اقعد والناس تاخذ ولا الناس تاكل ولا الناس تشرب ولا صحيح أصور. اتفق يعني يمكن صحيح. انا اصور بعض الاحيان في حالات انه يكون مثلا عندي اعلان وصديقاتي عارفين انه انا عازمتهم على اعلان بس انا ما اسوي عزومه على الاعلان فهمتوا علي أي أكيد يعني طبعًا. ما اعزم ناس مثلا ما اعرفهم او ما امون أكيد. عليهم على اعلان أكيد. بس لما يجوني مثلا صديقاتي جروبي ادق عليهم بنات جايني اعلان يعني جايني اعلان كاتو كاتو كات يلا تعالوا عشان نصور وتساعدوني في التصوير الله يكثر اعلاناتك. عموما طبعا احنا في برنامج سيدتي عملنا استطلاع راي وسالنا الناس عن هذا الموضوع كيف تتصرف لو عزمك احد وبدا انه هو يصور بدون اذن. خلينا نسمع ابرز الاجابات من بعد ونرجع. والله أحس عادي في ناس عندهم فوبيا من التصوير في ناس يعني تنحرج من الكاميرا يعني الناس تختلف أصاب يدك ميسو لكن بالنسبة لي أنا عادي ما عنديش كده عادي شيء طبيعي عادي عادي أنا رجال طيب الرجال ما يسر عادي يعني لو واحد صورني عادي ما فيها شيء والله عيب يعني هو عزمنا عشان يصور ولا عشان يكسب رجال والطيب لو رحت العزيمة واحد ما يصور لو بيصور قبل لا يجون رجال أو ضيوف خلي يصور على راحته هم وحنا ناكل لا والله عيب والله حق الرجال لا وأنا جالس ما له داعي والله لا قوم وخلي عشاء على مكانه. عادي جدا يعني لأن الموضوع ده الشيء اللي أنا بسويه بالوضع الطبيعي لي يعني إن أنا إنسان بيأكل لكن لو سويت شيء غير المألوف غير المعتاد هنا ممكن بزعل بس انا طالما بعزيمه ليش بسوي شيء مش متعود عليه يعني لا طبعا دوت ده هو مشكور ان هو عزمني طبعا ده حاجه كويسه وحاجه ايجابيه لكن ما ينفعش ان هو صورني بدون اذن التصوير بشكل عام اصلا بدون اذن ما ينفعش وخاصه في موقف زي كده لان ده ما اعرفش انت هتستثمرها ازاي وتستغلها ازاي بكل الطرق شكلها مش كويس يعني فانا مش لا اتفق معاها يعني دي بالذات ما ينفعش يعني وممكن اخد موقف وقتها اكلمها طبعا ما ينفعش ده اروح تاني وقتها اصلا ممكن انا اقوم اخد موقف ممكن هو يكون غير راضي عنه اصلا. بالتأكيد راح نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستديو عن عادة تصوير الضيوف او حتى الضيافة ما بين مؤيد ومعارض. اهلا وسهلا فيك استاذة فهدى الهنيدي حياك الله نورتينا. أهلا وسهلا تفضل حياك. طبعا هنا يعني سمعنا آراء الناس في ناس عادي في ناس ممكن انزعجوا من هذا الموضوع لكن أنا أبغى أسألك يعني أستاذة فهدى برأيك ليش الناس تحب أنها تصور الضيافة أو حتى ضيوفها؟ هل هذا نوع من أنواع التفاخر والتباهي أو مثلا يكون وراها أسباب ثانية؟ أولا أشكركم على الاستضافة وبالنسبة لموضوع تصوير الضيافة أصبحت منتشرة بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية
فبعضهم يعني يفسرها نوع من التباهي والتفاخر، وبعضها على حسب نوع العلاقة. أنا أحددها من وجهة نظري حسب نوع العلاقة، يعني ممكن أنها تفهم حسب ما يشاهد الشخص. يعني في ناس تفسرها أنها تباهي وتفاخر، وفي ناس لا تفسرها أنه عادي، يعني صورتها للذكرى، صورتها أني أنا فرحانة بالضيف، أو أنه حسب نوع يعني التصوير، خاصة حسب نوع العلاقة. أنا لو فرحانة بالضيف ما نقول له أصبر لا تأخذ، خليني أصور، خليني أوثق. هذه صفة ذميمة. أي صفة ذميمة جدا، أنه يعني من الأدب والرقي في التعامل بين مع العلاقات أني أنا أقول له وقف، أو أنه أنا أصور، أو أنه قدام أمام كأني زي اللي أمن عليه، أمن من وإهانة للضيف. يعني خلاص إذا بتصور أو يعني حاب أنك توثق هذا الشيء، ما يصير أمامي قدامي تقديمي شربي أكلي عشاي، تمن علي. يعني انت اختصرتي صراحه. انا كنت بسالك بقول لك لما تكون الناس متكلفه في العزيمه ويمكن تشوف انه من حقها تصور، هل في هذه الحاله تشوفين انه لازم تستأذن من المعازيم او الضيف، او مثل ما قلتي انت يمكن قبل شوي ومها قالت لما يعني سالتنا رؤى عن وش رايكم، فقالت قبل ما يجون ضيوفي انا اصور. والله اكرام الضيف يعني صراحه هي يعني صفة حميدة. إكرام الضيف بصفة عامة صفة حميدة ومعروفة عند العرب دائما إكرام الضيف. بس حسن تعاملي مع ضيفي، يعني إكرامي لضيفي أني أنا ما أصور صراحة، يعني ولا حتى استأذن منه شيء مخجل. أيوة أكيد ضيفك ما راح يقول لك لا لا تصور. أيوة فأنت تخلين الضيف بحرج، وممكن اللي تقدمينه يكون شيء بسيط أو شيء يعني تحطين الشخص بمكان محرج، بزاوية محرجة. فيفضل أنه لا أصلا ما يصور قصدك، لا قبل ولا بعد. صحيح. بس خلنا بقول لك شيء، ما أدري إذا توافقيني الرأي سادة فهدة أو لا، يعني إحنا نعيش اليوم في جيل مختلف عن الجيل اللي راح، والجيل اللي راح يعيشون في جيل يعني في أشياء كانت عندهم عادي ما كانت عادي في الجيل اللي قبله، وهكذا يعني. فأنا اللي أبي أوصل لليوم يعني يمكن السوشيال ميديا، وحضرتك قلتي نفس الكلام، خلت الموضوع عندنا عادي. يعني مثلا الزواجات، العزايم، أعياد الميلاد، المناسبات قاعدة تتصور بشكل طبيعي. صار موضوع يعني من المسلمات إن صح التعبير، أنه كيف طبيعي. أنت كان عندك مناسبة والله ما درينا ما صورتي، يعني صارت حتى الناس تتشرى في بعض الأحيان. أنا من الناس أتكلم معاك الحين من أحد من يعني خلنا نقول مجال من مجال شغلي أنه أنا أصور، بس فعلا زي ما تفضلتي لما أكون أنا مبسوطة مرة أو لما أكون مشغولة مرة ما أصور، يعني ما أصور إلا لسبب معين مثلا. على حسب إذا في لك مجال عملك. إيه أنا عارفة، بس أنت ما تتفقين، بيرجع لنقطة أنه صار عادي يعني كعرف. للأسف أنت يعني أنت تعترفين أنه صار عادي، بس أنت تقولين للأسف. أيوة نفس الوقت للأسف. طب ليش للأسف؟ لأنها صفة ذميمة صراحة يعني للأمانة. يعني تحسين حتى العلاقات الآن ترى يعني صار في تباعد، انقطعوا العالم. ليش؟ لأنه زاد تكلف، زاد إرهاقهم، زاد يعني تحسين الواحد، عفوا ما أقطع كلام، تحسين الواحد صار يتكلف عشان يصور، عشان يصور مو بعشاني. أنا كضيف بالضبط. يعني صارت يعني زي اللي مو عشاني أنا التكلفة ولا الكرامة اللي تقدمت لي، صح. مو عشاني أنا، صح. عشان أنا أصور، صح. وخليتيني في زاوية أني أنت وسيلة فعلا. هذا وانه لازم معك. انا ارجع بعد فتره اعزمك نفس العزيمه ولازم اقدم يا نفس، مره مهمه. أيه. فعلا لازم اقدم يا نفس اللي انت قدمتي لي او افضل، او افضل، لانه بالتصوير مجاكر مجاكر بالنهايه. انا يعني ما اعرف اكون مع ولا ضد هذا الموضوع، عن موضوع اني انا مثلا الانسان احب التفاصيل، احنا نسميها عندنا في المنطقه الغربيه نحب التباتيك والاشياء هذه ونحب الترتيبات. فانا احس انه يعني سواء كان قبل يعني ما كان في كاميرات عادي كنا بنسويها، فوش اللي فرق؟ يعني زمان كنت بتكلف والحين بتكلف، بس الفرق اني بوثق. ايه هذه الفكره بالتوثيق. التوثيق لو طب ليه
ما انا بتكلف وبعزمهم على نفس التكلفه يعني. لا. في الاخر لو وثقتي من غير ما يكون موجودين الضيوف ما هم مشكلة، هذا شيء راجع لك، تقديماتك، أشياءك، الزواجات، أيام الميلاد، أي يعني مناسبة، الديكورات، هذا شيء عادي لك أنت. تنشرين زاوية معينة، لكن تفصيلي أني أنا قدمت، أني أنا حتى لو يعني الآن صارت الغربية والمنطقة الوسطى وكل وسائل التواصل الاجتماعي صاروا كلنا صحيح. واحد أكثر انفتاحا بالضبط. أيوة. فللأسف أنا أحس أنها عادة يعني ذميمة والله. طب هل تشوفين أنه هذه العادة ممكن تمحي صفة الرضا، البساطة اللي تجبر الشخص يتكلف في ضيافته؟ بالضبط. تخلي الناس متكلفين أكثر عن اللازم، يعني الناس أول ما تعرفين البيوت مسكرة، صناديق مقفلة مثل ما يقولون، فالآن لا، أصبح كل واحد وش اللي عند يعني يصور إيش الأشياء الموجودة عنده، إيش الأشياء اللي قدمها، إيش الأشياء اللي يبرزها، إيش الأشياء. أنا ماني بضد التصوير، لكن زوايا معينة وليست جميع الزوايا أو جميع التفاصيل. ذكرتيني وانت تحكين استاذه فهده وتقولين الاشياء اللي قدمها، انا مره يعني ماني بنقاده ترى، بس مره نقدت بس مره نقدت على واحده من البنات مصوره هديه هي جايبتها لوحدها، مره عيب. ف يعني انت بما اننا يعني نتكلم في موضوع مشابه، فانت ايش رايك بهذا التصرف انه انا اجيب هديه مثلا اليوم لرؤى قبل ما اسلمها لرؤى اقعد اصور شوفوا ايش جبت لرؤى، جبت لها هديه، الله يكثر خيرك شكرا لك. وصلك لا جد يعني ايش وجهه نظرك؟ لا والله جدا يعني شيء تمن عليها بالعطيه، التهاد وتحابوا يعني بالعكس، الهديه تقرب الاشخاص من بعض، لكن تمنين عليه تصورين ممكن اللي مستقبل الهديه تصورها اني فرحانه وصلتني هذه الهديه، وصلتني من فلانة مره شكرا انها قدرتني اعطتني هذا الشيء، لكن انت تقدمين هذا الشيء وتصورينه وتوثقينه ما بيه. شكرا. يعني والله هذا قاعد يفتح ابواب ثانيه، مع انه من اتيكيت استقبال الهدايا فتحها قدام يعني صاحب الهديه او اللي مرسل هذه الهديه، لما يكونوا في مناسبه معلش كلهم بيقعدوا بيلموا الهدايا، طب وبيفتحوها قدام بعض، طب وين المشكله؟ لا اذا صار انت بتصورينها قبل ما تعطين الهديه لا والله ما صفه مذمومه. طيب لكن اذا صار يعني اذا صار قدام يعني على حسب انواع العلاقات، اذا صاروا صحبات عادي ما هي مشكله بين بعضنا، افتح انا اللي متقدم لي الهديه افتحها، مو باللي بتعطيني الهديه تروح تفتحها قدام البنات. لا طبعا يعني هدى رؤى حتى بالبروتوكول انه صاحب اللي الهدا له هو اللي يفتحها صح، بس مو المهدي. أيوة أنت يمكن ما ركزت. لا ما أنا عشان الوقت ماني قادرة أشرح أكثر، بس هي الفكرة مددوا يا جماعة، هي الفكرة إنه ما أنا أقول إنه فيها إحراج، طب ما أنا في الآخر هديتي وهديتك وهدية ما بتنفتح قدام الشخص، مع إنه يكون ممكن في بس هو اللي يصورها الشخص المهدي له هو اللي يصورها. صحيح. رأيك بعد الهوى أشرح لك. طيب أوكي مشاهدينا خلاص مشاهدينا أستاذة فهدى الهنيدي مرشدة اجتماعية وأسرية يعطيك العافية وشكرا لك. شكرا لكم على الاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا مشاهدينا، وبكذا وصلنا ختام حلقتنا، نشوفكم بكرة في نفس الموعد، فمان الله.